تحياتي واهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. حلقتنا النهارده من اكسترا اليوم هنتناول فيها مجموعه من الاخبار والتقارير، منها نروح لجوله لاهم اخبار المحافظات ونستعرض مع حضراتكم حصاد مراسلي اكسترا نيوز خلال الاسبوع، ومن بعدها جوله لمراسلي اكسترا نيوز من مختلف المحافظات. فقرتنا الاولى ان شاء الله هنتكلم فيها عن جهود مصر في تطوير محطات الغاز الطبيعي، وفي الفقره الرئيسيه هنناقش فيها ملف التصنيع الزراعي واهميته في رفع القيمه الغذائيه والاقتصاديه. خلونا كده نبدا مع حضراتكم الحلقه ونقول بسم الله. هنبدا بحفلات مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء في الدوره الـ30 ليها، طبعا اقبال كثيف من الجمهور من اليوم الاول لانطلاق المهرجان. الحقيقه المهرجان ده يمكن فرصه مهمه جدا للاستمتاع بفن وطرب اصيل، خاصه ان اسعار التذاكر في متناول أي حد يقدر أنه هو يروح المهرجان ده ويستمتع بحفلاته المختلفة ويستمتع مع المصريين كلهم في التميز اللي بلدنا يعني نقول ان هي مثلا بتنفرد بيه في كل المناحي الفنيه، سواء كانت الاستعراضيه او سواء كمان الموسيقيه او سواء حتى الفنون الشعبيه، لان ده برضو مش المهرجان الاول والاخير بالنسبه للغناء والطرب، لا ده في كمان مهرجان الطبول وفي كذا مهرجان احنا بنشوفه موجود في القلعه. الحقيقه بتبقى فرصه مهمه جدا ومحترمه جدا، وبتسمح لكل الفئات المصريه ان هي تروح وتستمتع بجمال مصر الاصيل. تعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ينتج عنه نجاح ساحق وإقبال كثيف من الجمهور منذ أول يوم لانطلاق حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30. والذي يذاع حصريا على شبكة تلفزيون الحياة. في جزء مهم قوي أنا سعيد بيه، إنه توثيق الفن بالتصوير، إنه بالظبط فالشراكة بين المتحدة وبين وزارة الثقافة بقى في بروتوكول إن أنت بتصور الأعمال. يعني أنت ناقل النهارده في الحياة، لكن كمان في الأرشيف كل اللي إحنا شفناه ده موجود. كان زمان وزارة الثقافة والإعلام ما كانش في توافق، دلوقتي لا، المتحدة مع وزارة الثقافة في توافق، فأنت ضامن إن كل الفعاليات يوما ما بنشوفها مرة تانية مرة تالتة. تجاوب الناس الموجود النهاردة ممكن نستعيده بعد كده. المهرجان يعد فرصة للاستمتاع بطرب وفن أصيل يشكل وجدان الأسرة المصرية، خاصة وأن طرح تذاكر الحفلات بسعر في متناول الجميع 20 جنيها. بل وإن إقامة المهرجان بقلعة صلاح الدين أمر يعمل على تفعيل الأماكن التراثية والحفاظ عليها، ويجعل الجميع يستنشق التاريخ ويستشعر فخامة المكان. وأنا وياي بعيش زي المليونيرات وأحلم وأنا معي. قناة الحياة ان هي بتذيع لنا الاحتفالات الرائعة دي، وانا لو ما قدرتش احضرها ممكن اتفرج عليها على التلفزيون عادي. قناة الحياة بتنقله اكنك موجود بالظبط، فاللي فاضي مش عارف يجي قناة الحياة بتنقله هنا. قناة الحياة طبعا كان حدث مميز جدا، وهي كانت سبب بصراحة انها كانت يعني ظهرت لنا المهرجان بشكل حلو، فده خلانا شجعنا ان احنا نيجي. قناة الحياة دي يعني قناة الشعب كله بصراحة، هي قناة الحياة فعلا، حياة مصر كلها. أسعار التذاكر في متناول الجميع تقريبا. شكرا لقناة الحياة. نخبة من ألمع النجوم وتنوع في الأصوات ومشاركة عدد كبير من المطربين تصدرت بها شبكة تلفزيون الحياة قائمة الترند بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كحفل النجم مدحت صالح، نوال الزغبي وغيرهم من كبار النجوم والحفلات. الجديد المرة دي إن الحياة هي اللي بتغطي المهرجان، وتحية لكل العاملين في الحياة مني ومن فرقتي الموسيقية. مبسوط جدا وبرحب بقناة الحياة، ويا رب أقدر أسعد مصر كلها بالمهرجان العظيم العريق. أنا أول مرة أشارك بمهرجان كبير زي ده لمصر أم الدنيا. مختلفة عن كل الحفلات اللي بعملها طول السنة،
لانه وزارة الثقافة عاملين التذكرة رخيصة ب 20 جنيه، فبتلاقي كل فئات الشعب المصري، كل طبقات الشعب المصري موجودين. كتير كنت سعيدة لما عرفت انه بدي شارك بهذا المهرجان، والقاهرة وحشاني يعني، وحشتني المهرجانات الرائعة اللي بتصير هون بالقاهرة. تنوع كبير من المطربين وإنشاد ديني وموسيقى حرة، والموسيقى المقدمة بالمهرجان تشمل كل الأذواق، جعل الأسر المصرية تأتي من جميع محافظات مصر. أحسن حاجة أنه بيعمل موسيقى راقية لمعظم طبقات المجتمع. الحفلة مع الأجواء بتاعت مصر زمان، مع القلعة، مع التفاصيل كلها بتشدك للمكان. حاسس إن في اختلاف كبير جدا في التنظيم بالنسبة للسنة دي عن أي سنة تانية بصراحة يعني. حفلات حلوة، تنظيمها حلو. جيت حفل هنا قبل كده لمحمد محسن واتبسطت منها كده، عشان كده جيت قررتها تاني. أول مرة أجي المهرجان عامة، بس الأجواء الصراحة جميلة. فعاليات الدورة بدأت يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس على مسرح المحكة بالقلعة، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري. قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتوجيه حملات مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة التي تضر البيئة والصحة العامة وجرائم غش السلع، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. في إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة وجرائم غش السلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية المكبرة، والتي أسفرت وبنطاق مديرية أمن الشرقية عن ضبط مركز بدون ترخيص لتداول وتعبئة المواد الغذائية بداخل 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأملاح المستخدمة في تنقية وتحلية المياه بداخله 50 طن ملح ومواد خام جميعها مجهولة المصدر، وضبط مصنع بدون ترخيص لمواد كيماوية بداخله أكثر من 130 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهول المصدر ومنسوب إنتاجه لشركات وهمية، وضبط 75.5 طن أعلاف حيوانية منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بمصنعين دون ترخيص لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية. واستمرار للحملات الأمنية بنطاق محافظة الشرقية، أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنعين بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن أعلاف حيوانية ومبيدات حشرية مقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، كما نجحت في ضبط مصنع للمواد الغذائية ومجزر بدون ترخيص بمضبوطات بلغت أكثر من 28 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط مصنع غير مرخص للمنظفات المنزلية ومخزن بدون ترخيص لتداول المواد الكيماوية بمضبوطات بلغت أكثر من 22 طن مواد خام مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن القليوبية، شنت الإدارة حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط نحو 256 طن مخللات ومواد خام مجهولة المصدر بمصنعين دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات، وضبط 65 طن مواد خام ومنتج نهائي لمناديل ورقية ومواسير مياه بلاستيكية وأواني طهي منزلية جميعها مجهولة المصدر بثلاثة مصانع بدون ترخيص. وبنطاق محافظة الجيزة، تمكنت الإدارة من ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت قرابة 105 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، كما نجحت في ضبط 3 مصانع وشركة بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة كيماويات البناء والمنظفات الصناعية والعبوات البلاستيكية
وتدوير المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بمضبوطات بلغت 75 طن ونصف من تلك المنتجات جميعها مجهولة المصدر. وزارة الداخلية هتطلق المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد بجميع أنحاء الجمهورية مناسبة بدء العام الدراسي اعتبار من الأول من شهر سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لجولة إخبارية عشان نستعرض معاكم أهم أخبار محافظات الجمهورية النهاردة الجمعة. يمكن أول أخبارنا هتكون من البحر الأحمر. يمكن امبارح اتكلمنا مع حضراتكم عن حالة الرواج النسبي في الرحلات السياحية للبحر الأحمر. مطار مرسى علم الدولي بداية من بكرة إن شاء الله السبت وحتى نهاية الأسبوع ده هيستقبل 121 رحلة طيران دولية أغلبها من أوروبا، من تشيك، وبنتكلم بعد كده كمان في إيطاليا. 121 إن شاء الله رحلة خلال الأسبوع ده. لسه برضو مع حضراتكم في البحر الأحمر، لكن المرة دي هتكون عن السياحة في الغردقة. مطار الغردقة الدولي هيستقبل النهاردة 83 رحلة طيران دولية بواقع 13,000 سائح. معظم الرحلات هتكون من ألمانيا. طبعا بيتم تسهيل كل الإجراءات للسياح من وصولهم لأرض مصر وخلال الانتقالات المختلفة للفنادق وقضاء الأجازة على شواطئ البحر الأحمر. من البحر الأحمر هنروح لحضراتكم في مطروح، هنتكلم كمان عن السياحة. مطار مرسى مطروح الدولي بداية من 31 مايو وحتى النهاردة استقبل عدد 67 رحلة بإجمالي 10,816 سائح، معظمهم من إيطاليا وبولندا، مع بداية استقبال سياح من رومانيا هذا الأسبوع. استقبل مطار مطروح الدولي أولى الرحلات القادمة من دولة رومانيا في الأسبوع ده، وعلى متنها 146 سائح روماني، وتم استقبالهم والترحيب بيهم في المطار وتوزيع كمان الورود وكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة. صعيد، الأقصر، الساحرة اللي بتجمع ما بين أنواع مختلفة من السياحة بجانب المعابد والمقابر المصرية القديمة، طريق الكباش، في رحلة محببة جدا بالنسبة للسياح اللي بيوصلوا الأقصر هي النزول فجرا من الفنادق المختلفة والتوجه لساحات ركوب البالون. طبعا مشهد بانورامي أكتر من رائع وانت بتمر بالبالون من أعلى المعابد المصرية القديمة ونهر النيل. النهاردة مدينة الأقصر شهدت تحليق 18 رحلة بالون طائر على متنها بنتكلم فيه 340 سائح بالبر الغربي. يمكن السياحة دايما بتبقى من أهم الأخبار الإيجابية جدا لينا في واقعها على النفس الحقيقة، لأن دايما مصر بلدنا ليها واقع مختلف في دول العالم في الملف السياحي تحديداً.
طيب نروح بقى لمحافظة كفر الشيخ، هنستعرض مع حضراتكم جهود مبادرة حياة كريمة في المحافظة. النهاردة انطلقت قافلة طبية بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة خاصة في المناطق النائية. القافلة الطبية اللي نظمتها جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بتشمل 15 تخصص مختلف. تم إجراء الكشف الطبي على 2274 مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة، وكمان صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة. مشروع القومي لتبطين الترع، يمكن احنا اتكلمنا كتير هنا في اكسترا اليوم عن هذا المشروع واهميته القومية كبيرة جدا والعائد الاقتصادي بالنسبة لإخواتنا المزارعين في المحافظات المختلفة، وكذلك كمان في فكرة ترشيد الاستهلاك في المية. تبطين الترع موجود في كل المحافظات في الجمهورية، ليه فوائد كتيرة زي ما قلت لحضراتكم في الحفاظ على استهلاك المية، بيفيد الأراضي الزراعية ومحاصيلها، وكمان بيحافظ على البيئة كجزء من المظهر الحضاري للمحافظة اللي طبعا بيوجد فيها هذا المشروع. طيب كفر الشيخ برضو تم الانتهاء من تبطين 323 كيلو متر من الترع بمراكز ومدن كفر الشيخ ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وزي ما احنا بنتابع كده مع حضراتكم في الصور على الشاشة. حقيقة مصر ليها جهود كبيرة جدا في ملف الطاقة النظيفة، وفي الدقهلية في إقامة أكبر محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة جمصة. المحطة بتساهم في توليد الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة الشمسية في إمداد مدينة جمصة وتغذيتها بالكهرباء الناتجة من توليد ألواح الطاقة الشمسية بما يقارب من 50% من استهلاك مدينة جمصة للكهرباء، وده طبعا بعد ربط محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية مع الشبكة العامة للكهرباء بالمدينة. في الجزء ده من البرنامج مع حضراتكم كمان هو كما هو معتاد يعني كل يوم جمعة بنتابع حصاد مراسلي إكسترا نيوز خلال الأسبوع اللي فات. في بداية حلقتنا استعرضنا مع حضراتكم تقرير عن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الدورة 30 ليه في رسالة دلوقتي هنعرف تفاصيل عن الحضور والمشاركة والإقبال في المهرجان، وطبعا الأسعار الهائلة جدا والمخفضة من رسالة زميلتي مريم حسن. نتابع. مشاهدينا الكرام ارحب بكم، نحن الان من داخل قلعه صلاح الدين الايوبي لمتابعه فعاليات الدوره 30 من مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء. المهرجان الذي ابتدا منذ عام 1990 واستمر على مدار 30 عاما الى يومنا هذا، يضم 42 حفلا متنوعا بمشاركه كوكبه من النجوم والفنانين والفرق الموسيقيه. سعر التذكره 20 جنيها وهو مبلغ رمزي بسيط، فبالتالي بإمكان الجميع الحضور ومشاهدة الفعاليات. كما ذكرت سابقا مشاهدينا أن المهرجان يضم عدد كبير من الفنانين والنجوم، نتحدث عن الفنان هاني شاكر، عن الفنان مدحت صالح، والفنان أحمد جمال، علي الحجار، وأيضا الفرق الموسيقية فرقة بلاك تيما وفرقة وسط البلد. وبلا شك مسك الختام سيكون مع الموسيقار العالمي عمر خيرت، والذي سيمتع الحضور بمجموعة من معزوفاته الشهيرة، وسيكون ذلك في يوم 31 من أغسطس. الجدير بالذكر مشاهدينا أن المهرجان يشهد إقبال كبير جدا من الزائرين من مختلف الأعمار من مختلف المحافظات، الذي يؤكد على أنه له دور كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية، وهو ما يؤكد أن المهرجان يعني يساهم بشكل كبير في تشكيل الوعي الثقافي لدى المجتمع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. المهرجان أيضا يعيد إحياء ذكرى التراث الشعبي الأصيل، وكان هذا كل ما لدي. شكرا لكم مشاهدينا وعودة إلى الاستوديو مرة أخرى. عندنا في مصر مدينة عالمية اسمها العالمين الجديدة. ليه بنقول يعني مدينة عالمية؟ هل احنا بنضخم الأمور؟ لا، الحقيقة ده واقع. ليه؟ لأن أساليب البناء الحديثة اتطبقت في بناء هذه المدينة، هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. كمان أسلوب التخطيط الخاص بالمدينة دي حاجة في غاية
الروعة. وحضرتك لو رحت كده المدينة مدينة العالمين هتنبهر إن أي حد بيروح هناك بيبقى فعلا قادر إن هو يدرك طبيعة اختلاف وتفرد هذه المدينة عن أي مدينة تانية موجودة في مصر. نقدر نقول كده إن هي ممكن تكون في المستقبل تاخد لقب درة البحر المتوسط، عشان فعلا هي تستحق من مجهود اتبذل فيها، من كمان يعني مشروعات ليها طابع استراتيجي مستقبلي احنا هنشوفه ان شاء الله في السنين اللي جاية في العالمين الجديدة. اي مصري يفتخر ان العالمين الجديدة موجودة في بلده، وقد ايه فعلا ممكن تحقق نتائج مبهرة في السياحة، في العائد الاقتصادي الاستثماري بعد كده في المستقبل القريب جدا ان شاء الله. جاكلين ماهر كان ليها رسالة من هناك نشوفها ونرجع تاني لحضراتكم. مدينة العالمين الجديدة درة ساحل البحر المتوسط على مساحة 50,000 فدان، بنتحدث عن تاني أكبر مدن الجيل الرابع بعد العاصمة الإدارية الجديدة، أي ما يعادل حوالي 48 كيلومتر. هذه المدينة ذات الموقع الفريد الجاذبة للاستثمار وخصوصا الاستثمار العقاري. بنتحدث عن موقعها الفريد، هي تقع في الشرق على حدود مرسى مطروح وفي الغرب على حدود الإسكندرية، وهي ليست بعيدة عن محافظة القاهرة. ما تم داخل هذه المدينة الساحرة؟ وكما ذكرنا أنها تتمتع بموقع فريد جذب الكثير من الاستثمارات، المشروعات القومية والمشروعات الضخمة التي تمت على أرض مدينة العالمين الجديدة. بنتحدث عن مشروعات تتكون من 15 برج من الأبراج اللي بتطل على ساحل البحر المتوسط. هذه الأبراج بتصنف وحدتها السكنية من الأبراج السكنية السياحية الراقية. أيضا هناك في جنوب المدينة بنتحدث عن أطول برج في المدينة وهو البرج الأيقوني، لذا موقعها الفريد جذب الاستثمار العقاري. بنتحدث عن خدمات متوفرة في المدينة، فهي من المدن الجيل الرابع، لذلك بنتحدث عن أنظمة حديثة من أنظمة طوارئ حديثة، أيضا أنظمة لتنقية الهواء الحديثة داخل الوحدات ومجمع الوحدات السكنية، أيضا الإنترنت وسرعة الإنترنت عالية أسرع. بنتحدث أيضا عن محطة لتحلية المياه وإسكان اجتماعي، كل ذلك بيوفر يعني الجذب الاستثماري والتجاري والصناعي أيضا داخل هذه المدينة الساحرة. من شوية كنا بنكلم حضراتكم عن مشروع تبطين الترع في المحافظات المصرية المختلفة. طب دلوقتي زميلنا هيثم البدري من أسيوط هيكلمنا عن المشروع ده في المحافظة، وصل لحد فين وآخر تطوراته. في البداية تحياتي للزملاء في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي إكسترا نيوز في كل مكان. النهاردة من محافظة أسيوط بنتابع واحد من أهم المشروعات القومية التي تنفذ على أرض المحافظة، وهو مشروع تبطين الترع والمصارف. المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف بالفعل واحد من أهم المشروعات القومية التي توليها دولة اهتماما كبيرا نظرا لأهمية هذا المشروع. محافظة أسيوط من المحافظات اللي بيتم تنفيذ فيها المشروع على مرحلتين. خلينا في إطلالة سريعة يعني نتكلم عن الأرقام والإحصائيات الأخيرة لنسب تنفيذ هذا المشروع داخل محافظة أسيوط. محافظة أسيوط بالفعل تم الانتهاء من تهيير قرابة 245 كيلو متر، وجاري تنفيذ أيضا 460 كيلو متر آخر. خلينا نتكلم أيضا عن الكميات أو أعداد الترع التي تم استهدافها. تم أو يتم استهداف قرابة 108 ترعة ومصرف داخل محافظة أسيوط منتشرين في مراكز المحافظة، بدءا من مركز ديروط شمالا وصولا إلى مركز صدفة جنوب محافظة أسيوط. من المفترض أن المرحلة الأولى بتنتهي إن شاء الله في 2023، والمرحلة الثانية بإذن الله سيكون الانتهاء منها في 2025. هذا المشروع يهدف إلى يعني ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فوائد شبكات الترع. أيضا هذا المشروع يساهم في تحقيق نقلة حضارية كبيرة في هذه المراكز التي يتم فيها المشروع وتحسين البيئة، ويعني يحمي الجسور والترع والطرق
من الانهيارات والحفاظ على المال العام. أيضا كانت الفكرة من هذا المشروع بجانب ترشيد يعني ترشيد هذه المياه والفاقد من المياه التي كانت تفقد بشكل كبير وبشكل مستمر نتيجة طبيعة الترع التي كانت موجودة في كافة محافظات مصر، أيضا تحويل العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطن. المشروع القومي لتبطين الترع واحد من المشروعات الهامة والمشروعات التي ساعدت على وجود نقلة حضارية كبيرة داخل كافة مراكز محافظات مصر وليس محافظة أسيوط فقط. يمكن دي كانت كل المعلومات المتعلقة بهذا المشروع والأرقام والإحصائيات سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية ونسب التنفيذ في أو سنوات التي سيتم الانتهاء منها سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. وعودة للزملاء مرة أخرى في الاستوديو. بورسعيد، لو حضرتك رحتها وما زرتش سوق السمك الحضاري الجديد اللي موجود فيها يعني هتخسر كتير، لأن السوق هناك الحقيقة ليه طابع كده مختلف ومميز، وحتى الصخب اللي موجود فيه والزحمة وأنواع السمك المختلفة، أجواء كده لطيفة جدا. أي حد راح بورسعيد وزار سوق السمك هيحس بالكلام اللي يمكن بقوله لحضراتكم، واللي ما زارش سوق السمك في بورسعيد ياريت إن هو يروح عشان يكتشف يعني الأجواء الجميلة المختلفة جدا. إبراهيم عزت كان هناك وكان ليه رسالة في سوق السمك، نشوفها كده ونرجع تاني لحضراتكم. مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. نتحدث إلى حضراتكم من قلب سوق السمك الحضاري بمحافظة بورسعيد. هذا السوق الذي فتح أبوابه للمواطنين وما زال يستقبل بالتأكيد الآلاف يوميا. نتحدث من 2019 من 5/2 تحديدا حينما تم إتاحة هذا السوق الحضاري. والحقيقة فكرة هذه الأسواق الحضارية حينما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشييد أسواق حضارية تليق بالمواطنين، نتحدث على عدد كبير ومساحة مهولة الحقيقة في هذا السوق، سنتحدث عنها بالأرقام لاحقا. نتكلم على أهم ما يميز هذا السوق وأهم ما يعود على الأهالي هنا في بورسعيد. مش بنتكلم بس على أهالينا في بورسعيد، ولكن بنتكلم على هذا السوق أصبح مقصد لكثير من المواطنين إن كانوا من القاهرة أو محافظات القناة بصورة عامة. إذن الفايدة هي ليس فقط مقتصرة على الأهالي هنا في محافظة بورسعيد. شراء جميع أنواع الأسماك حتى الأسماك النادرة يتم يعني الأنواع النادرة يتم عرض كل هذه الأنواع هنا داخل سوق السمك الحضاري. نتكلم على أسعار تنافسية بالتأكيد، كل هذه يعني المحال التجارية هناك أسعار تنافسية، يستطيع المواطن شراء المنتجات المتنوعة بالأسعار الأفضل والأسعار الأرخص. سنتحدث مع حضراتكم ولكن بكاميرا إكسترا اليوم، سنحاول أن نقرب لحضراتكم الصورة هنا من قلب محافظة بورسعيد في هذا السوق الذي يبلغ مساحته بصورة إجمالية 20,000 متر مربع وبيضم 82 محل تجزئة، ده بيكون 20 متر للمحل، وهناك أيضا محل للجملة لتقريبا عددهم 30 محل. بنتكلم مشاهدينا على إمكانيات مهولة، وتم يعني تشييد هذا السوق بأحدث مستوى عالمي وبيدار من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة وأيضا الأمن والنظافة، هي منظومة إلكترونية بالكامل داخل هذا السوق. لو اتكلمنا على أيضا يعني زي ما احنا شايفين إقبال كثيف، والحقيقة هذا الإقبال هو صورة اعتادوا عليها التجار هنا في هذا السوق في مشهد يتكرر أسبوعيا وتحديدا في العطلات الرسمية، إقبال كثيف من المواطنين مش بس من أهالينا في بورسعيد ولكن بنتكلم على المحافظات بصورة عامة. لو اتكلمنا أيضا مشاهدين الكرام على التكلفة
الإجمالية اللي تم تشييد وبناء هذا السوق، بنتكلم على 140 مليون جنيه. ولكن الحقيقة الهدف من هذا السوق هو لم يكن هدف استثماري في المقام الأول، ولكن المقام الأول والأهم هو الهدف الخدمي الذي يقدم الخدمة للمواطن، إن كان جاء إلى هنا لشراء الأسماك أو يعني المحال التجارية. كل هؤلاء الباعة كانوا ينتشرون في الطرقات في السابق، تم تجميع كل هؤلاء في مكان آدمي، هناك مظلة، هناك يعني كل الإجراءات الخاصة بسلامة المواطنين متواجدة. هذه هي الصورة من محافظة بورسعيد، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والآن سنعود مجددا مرة أخرى إلى الزملاء لاستكمال إكسترا اليوم. توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية، يمكن احنا بنتابع الموضوع ده يوميا هنا في إكسترا اليوم مع زملائي مراسلي إكسترا اليوم بشكل كبير جدا وبشكل يومي، عشان نقدر نشوف هي مصر بتعمل ايه في الملف ده تحديدا، خاصة ان حضراتكم عارفين كويس قوي ان موضوع الامن الغذائي قد ايه بيشكل يعني عائق كبير جدا في العالم. لكن مصر دايما الحمد لله الوضع فيها بيبقى يعني مؤمن ومستقر وفي نفس الوقت مطمئن، ودايما بيبقى وضع استثنائي مختلف الحمد لله يعني بفضل ربنا. نقدر كده نشوف رسالة كريم رجب من بعض المجمعات الاستهلاكية، نشوف قال لنا ايه عن الإقبال وتوافر السلع وجودة السلع كمان اللي موجودة في هذا المجمع الاستهلاكي الموجود منه. كما جرت العادة هناك تحركات ملموسة من جانب الدولة لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية. هذه المجمعات التي توسعت الدولة في إنشائها وتطويرها، بلغ عدد هذه المجمعات إلى نحو 1500 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية. نحن الآن نتواجد في أحد هذه المجمعات الاستهلاكية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. هذا المجمع الذي يحوي الكثير من السلع الغذائية ويكتظ بهذه السلع، سواء كان من الزيت والسكر والأرز وجميع السلع الأساسية، بالإضافة أيضا إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. كل هذه السلع تتوافر هنا، وجميع هذه السلع يعني تندرج تحت السلع الغذائية الأساسية بالنسبة للمواطنين، بالإضافة أيضا إلى هناك سلع غير أساسية وهي أيضا تتوافر بكميات كبيرة هنا في هذا المجمع. التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية تقول أن جميع هذه المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1000 صنف من السلع المختلفة، وبالتالي يستطيع المواطن أن يلبي كافة احتياجاته من هذه السلع بكميات وفيرة أيضا وبأسعار تتناسب معه، لأن الأسعار هنا في هذه المجمعات تنخفض عن مثيلتها في الأسواق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30%. وبالتالي استطاعت هذه المجمعات الاستهلاكية أن توفر هذه السلع بوفرة وأيضا تخفيض الأسعار بالنسبة للمواطن، وهذا أيضا يعد أداة جيدة للدولة في محاربة الغلاء وأيضا محاربة احتكار السلع الذي كنا لمسناه قبل ذلك، قبل أن تتحرك الدولة وتساعد على القضاء على هذه الظاهرة التي كان يحاول البعض في استغلال بعض الأزمات. ولكن على كافة الأزمات أو خلال كافة الأزمات، سواء كانت أزمة كورونا أو أزمة الروسية الأوكرانية، كانت الدولة تقف بشكل حازم أمام هذه الظاهرة واستطاعت توفير السلع للمواطنين، ولم يتأثر المخزون الاستراتيجي أيضا من السلع خلال هذه الأزمات، نظرا لنجاح الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. أيضا شاهدنا ولمسنا المخزون الاستراتيجي من الأقماح والذي وصل إلى 7 أشهر بفضل المنظومة الجيدة لتخزين الأقماح والتوسع في إنشاء الصوامع وتطوير هذه الصوامع، واستطاعت هذه الصوامع أيضا أن تحافظ على جودة القمح، بالإضافة أيضا إلى المخزون الاستراتيجي من الزيت والذي يتجاوز 5 أشهر، وبالإضافة أيضا إلى السكر والأرز وأيضا اللحوم التي يوجد كميات وفيرة منها في المجمعات الاستهلاكية قد تصل إلى 14 شهرا وفقا للتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية. كل هذه المحاولات والإجراءات التي اتخذتها الدولة توضح أن هناك يعني تحرك ملموس، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون يعني جميع السلع متوفرة بالنسبة للمواطنين حتى لا يتأثر أي مواطن
المواطن بأي أزمة، وكما أيضا وهو واضح وملموس أن الدولة تتحمل الفروق في الأسعار بالنسبة لهذه السلع، والبعض أشاب بهذه الخطوة من جانب الدولة لأنها تخفف عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والأزمات التي ليست تواجهها فقط الدولة المصرية بل يواجهها العالم أجمع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. دلوقتي جولة مع مراسلي إكسترا نيوز من مختلف المحافظات. هنتكلم مع زميلي محمد أبو عيطة عن جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الخدمة للمواطنين، عن تطوير اللي بتشهده مستشفى دار الشفاء، وإيه طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين. طبعا يعني محمد أنا برحب بيك وبرحب كمان بزميلي أحمد الأفيوني، هيكون معانا بعد لحظات عشان يكلمنا عن النقلة الحضرية اللي بتشهدها المحافظة بعد تطوير الكورنيش. هيكون معانا من محافظة سوهاج تحديدا وكورنيش سوهاج، لكن هبدأ مع محمد أبو عيطة. محمد تحياتي ليك وإليك الكلمة، تفضل. مستشفى دار الشفاء الذي يقع هنا في حي العباسية العريق في وسط القاهرة، وأيضا يجري هذا المستشفى تقريبا ما بين 1500 إلى 2500 عملية أيضا بشكل شهري، ويتوافد على الأقسام الخاصة بالطوارئ به حوالي 2500 مريض أيضا بشكل شهري. كل هذه المعطيات تؤكد بأنه طبعا هذا المستشفى مستشفى قديم ومستشفى يعني يعرفه المواطن جيدا ويتردد عليه، نتيجة طبعا لأنه مستشفى بيقع هنا في حي العباسية في قريب جدا من محطات المترو وأيضا من مستشفيات جامعة عين شمس القريبة من هنا، وبالتالي فكل هذا أدى إلى أنه هذا المستشفى بيشهد كل هذا العدد من الزيارات الشهرية، وأيضا هذا ما دفع بالقيادة السياسية بالتوجيه لأعمال التطوير هنا في هذا المستشفى التي تتم على قدم وساق، وبالفعل انتهى بعض الأجزاء، انتهى تطوير بعض الأجزاء كما تشاهدين، فإنه هذا هو القسم الذي يقع في الطابق الثاني في المستشفى وكما تشاهدين، وكأنه تقريبا يعني يوازي أو يماثل أو يكافئ من حيث الجودة التي يتمتع بها المبنى حتى أرقى المستشفيات الخاصة. الدكتور محمد عبد العزيز الزيني هو نائب مدير هذا المستشفى، وسنستوضح منه العديد من التفاصيل أيضا حول عملية التطوير وإجمالية الأقسام والخدمات المقدمة للمرضى هنا في هذا المستشفى. برحب بحضرتك يا دكتور، وبنبارك لحضرتك طبعا على إتمام عملية التطوير في هذا الطابق. الله يبارك فيك. احنا مستشفى دار الشفاء هنا تأسست سنة 1951، تم تأميم المستشفى سنة 1960، و1999 اضافت لمستشفيات الأمانة، هيئة الأمانة العامة للمستشفيات. المستشفى هنا بتقدم خدمات طبية كتير لجميع المرضى من جميع الأماكن، منطقة هنا في العباسية أو المحافظة أو من جمهورية مصر العربية كلها. خدمات العيادة احنا متردد على العيادة شهريا من 15 ل 20 ألف مريض. العيادات الخارجية؟ العيادات الخارجية عندنا 34 عيادة تقريبا بتقدم جميع التخصصات الطبية، أسنان، جراحات، نساء، ولادة، أطفال، جميع التخصصات. في المستشفى هنا في مقابل يا فندم يعني المقابل هل في الرمز العادي بتاع العيادة الكشف العادي مفيش فيه مشكلة، وبرضو عندنا القرارات على نفقة الدولة سواء العلاج أو الكلام ده بيتصرف هنا من العيادة بدون أجر على نفقة الدولة. عندنا في المستشفى هنا أقسام داخلية كتير، من الأقسام اللي اتطورت حديثا اسم الأسطرة القلبية، ابتدينا فيه بقالنا كذا سنة وخلصنا بس بدأنا من أسبوعين، بنقدم فيه عمليات الأسطرة القلبية بدعامات والبالون التوسيعية على نفقة الدولة، المريض ما بتحملش أي حاجة فيه. وده قسم أيضا من الأقسام الدقيقة اللي بيقدم الجراحات الدقيقة، احنا صورناه بالفعل ويمكن عرضه أمام المشاهدين. تمام، احنا عندنا استشاريين هنا أساتذة في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة على أعلى مستوى، ونقدم الخدمة الطبية لأحدث طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج المتفق عليها يعني في مصر وفي العالم. التطوير هنا في المستشفى بدأنا فعلا، خلصنا هنا الدور ده في التطوير، شغالين في الأدوار اللي تحت، احنا هنطور العمليات والأدوار والمخازن طبقا لمعايير الجودة برضو المصرية. بالإضافة العمليات القلب اللي حركتك تحدثت عنها، أيضا بيعرف المريض المستشفى هنا في تحديدا لموضوع العظام، يعني ما السر بأنه الجميع يريد أن يعالج هنا في هذا المستشفى تقريبا ما بين أيضا عديد من الأقسام الخاصة بالمستشفيات الأخرى في جامعة في منطقة القاهرة بشكل عام؟ احنا عندنا هنا المستشفى متميزة في قسم العظام بالذات وعمليات العظام وتغيير المفاصل، عندنا أساتذة من جامعة عين شمس وجامعة القاهرة زي ما قلت، وبيتم إجراء العمليات دي سواء مفصل الفخذ مفصل الركبة، بتم على أعلى مستوى وعلى نفقة الدولة، المريض ما بتحملش فيها أي حاجة، لا تمن مفصل ولا تمن إقامة في المستشفى، بتكون على نفقة الدولة كاملة.
كمان يا دكتور حضراتكم مشاركين في كامل المبادرات السياسيه او يعني الواقعه في القطاع الطبي اللي شاركت بها القياده السياسيه في الفتره اللي فاتت، منها 100 مليون صحه وايضا القضاء على قوائم الانتظار. تمام، طبعا المستشفى مشاركه في جميع المبادرات الرئاسيه، 100 مليون صحه، وزي ما حضرتك قلت كده القضاء على قوائم الانتظار، وبيتم اجراء جميع العمليات هنا من جميع التخصصات زي ما قلت، سواء العظام، في برضه جراحه المخ والاعصاب، جراحات الاورام، القولون، المعده، جميع التخصصات تقريبا يعني، والأسطرة القلبية اللي اتكلمنا عليها. ايضا يا دكتور، هل حضراتكم عندكم هنا معامل خاصة بالمستشفى او بنك للدم؟ المستشفى هنا فيها جميع الاقسام، من قسم الأشعة تحت في عندنا الموجات الصوتية، موجات صوتية على القلب الايكو، الأشعة العادية والأشعة المقطعية، في عندنا المعمل زي ما حضرتك قلت في جميع انواع التحاليل، وعندنا بنك الدم ومخزن لبنك الدم برضه بيتم فيه تخزين كاس الدم اللي بنحتاجها للعمليات او سواء للمرضى الداخلي لو احتاجنا ننقل لهم دم. وبالتالي مجمل الخدمات تكامليا اللي بيحتاجها المريض موجوده كلها جوه هذا المبنى. ما بنحتاجش اي حاجه عاده من اي مكان تاني خارجي، جميع الخدمات من اول ما المريض بيدخل المستشفى من الطوارئ تحت لحد ما بيخلص اجراءه هنا، سواء في القسم الداخلي او العمليات او بعد ما بيخلص والمتابعه الخارجيه في العياده، المريض ما بنحتاجش اي حاجه من بره المستشفى. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العزيز نائب مدير المستشفى، واطلعنا كما يعني تابعتي معنا آية على مجمل الخدمات اللي بتقدمها هذه المستشفى، وايضا عمليات التطوير التي تجري والتي ايضا يعني بيترقب افتتاحها في الفتره المقبله. وطبعا كل هذا بيتم تحت عنوان رئيسي هو اعداد هذا المستشفى كما غيره من المستشفيات على مستوى الجمهوريه للدخول ضمن منظومه التامين الصحي الشامل. آية محمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الخاصة بتطوير مستشفى دار الشفاء بمحافظة القاهرة، وشكر موصول لضيفك الكريم. ونتحول إلى صعيد مصر وتحديدا من محافظة سوهاج لزميلي أحمد الأفيوني عشان يكلمنا عن النقلة الحضرية اللي حصلت في المحافظة بعد تطوير كمان كورنيش سوهاج الجديد. أحمد، تحياتي ليك من جديد وإليك الكلمة، تفضل. نعم، هي تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتي أتواجد في محافظة سوهاج، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي حظيت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال الفترة القادمة. لعل أبرز هذه المشروعات هذا المشروع الذي أتواجد به الآن، مشروع تطوير كورنيش النيل، الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج. هذا التطوير جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل لشاطئ نهر النيل لصالح المواطن السوهاجي، ذلك كافة التعديات على نهر النيل التي ربما كانت لا تليق بحجم مدينة تاريخية مثل مدينة سوهاج التاريخية، لكن الوضع هنا قد تغير تماما مع يعني تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة سوهاج على امتداد أكثر من 1200 متر وبتكلفة إجمالية قد تخطت 185 مليون جنيه. هذه الأعمال أعمال التطوير شملت تغيير شامل للبنية التحتية هنا على كورنيش النيل وتصميم حضاري يليق بالمدينة التاريخية العظيمة. ربما يعني وجدنا هنا أماكن ترفيهية ومناطق لألعاب الأطفال وعدد من الوحدات التجارية التي يعني بدورها وفرت فرص عمالة لأبناء المحافظة وممشى سياحي به عدد من البريولات والمقاعد للانتظار، فضلا عن مسار لراكبي الدرجات سواء الدرجات العادية أو الدرجات البخارية بنظام الأرضيات الانترلوك. ربما يعني آية أعمال التطوير أيضا لم تقتصر على تطوير كورنيش المدينة سوهاج فحسب، ولكن كان هناك تطوير لجميع كورنيش النيل بامتداد المحافظة في جميع المدن هنا في محافظة سوهاج. نجد في مدينة أخميم أيضا تم تطوير الكورنيش بطول 2300 متر وبتكلفة إجمالية تخطت 75 مليون جنيه، وكورنيش مدينة المراغة والذي تم تطويله بطول 600 متر وبتكلفة 7 مليون جنيه، وكورنيش مدينة المنشاة والتي تم تطويرها بطول 2500 متر وبتكلفة بلغت 19 مليون جنيه. إذن آية نحن نتحدث هنا عن مشروع قومي متكامل أحدث نقلة حضرية وتنموية كبيرة في مدينة سوهاج ومحافظة سوهاج بشكل عام. تطوير كورنيش النيل بامتداد المحافظة لاقى هذا يعني هذا التطوير لاقى إعجاب واستحسان من جميع المواطنون هنا في محافظة سوهاج بصفته متنفس رئيسي يأتي
له المواطنون هنا للاحتفال وللقضاء أوقات هنا على شاطئ النيل. أيضا تعلمي أي أن مدينة سوهاج ومحافظة سوهاج من محافظات جنوب الصعيد التي ترتفع بها درجات الحرارة، وربما المواطنون هنا يعني يفضلون الاحتفال والذهاب إلى كورنيش النيل في ساعات المساء. بنجد المواطنون هنا يفترشون كورنيش النيل للاستمتاع بالطبيعة الخلابة هنا. أيضا تطوير كورنيش النيل في محافظة سوهاج ساهم بنصيب كبير في إعادة وضع محافظة سوهاج على خارطة السياحة العالمية، وربما محافظة سوهاج تذخر بالعديد من المزارات السياحية والمعابد الفرعونية. أيضا على ضفاف النيل هنا يوجد هنا متحف سوهاج القومي والذي يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية لجميع الحقب التاريخية السابقة. ربما كانت هذه الإطلالة السريعة لأبرز ما جاء من تفاصيل هنا في تطوير كورنيش النيل بامتداد مدن محافظة سوهاج. وعودة إليك آية مرة أخرى. أحمد الأفيوني أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من محافظة سوهاج. الشكر موصول مرة تانية دي زميلي محمد أبو عيطة اللي كان معنا من لحظات من مستشفى دار الشفاء بالقاهرة. هنروح للصعيد مرة تانية لكن هذه المرة في محافظة الأقصر عشان نتابع الجهود المبذولة في مبادرة الفحص الطبي للأطفال قبل الالتحاق بالمدارس. رسالة من زميلي محمد محروس. في إطار الجهد المبذول من قبل الدولة للكشف الطبي المجاني على المواطنين في مختلف المحافظات، تواصل هيئة الرعاية الصحية هنا في محافظة الأقصر الفحص الطبي لآلاف التلاميذ الملتحقين بالصفوف الأولى للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية. تهدف هذه الخطوة لاكتشاف أي من الأمراض المزمنة أو وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمختلف التلاميذ. يبلغ عدد التلاميذ المستهدفين من خلال هذه الخطوة هنا في محافظة الأقصر حوالي 88,200 تلميذ، وتجرى هذه الفحوصات في الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. طبعا عمليات الفحص الطبي هنا في محافظة الأقصر تشمل الكشف أو الفحص العلامات الحيوية وأيضا إجراء الفحوصات المعملية المختلفة وسحب عينات مختلفة للتلاميذ وأيضا فحص الأسنان والنظر والسمعيات بالإضافة إلى الكشف النفسي للتأكد من سلامة التلاميذ الملتحقين بالصفوف التعليمية الأولى في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. يعني تقريبا التكلفة لكل فحص طبي هنا في ضمن هذه الخطوة تبلغ حوالي 400 جنيه. تتحمل الهيئة والدولة التكلفة بالكامل، وتجرى الفحوصات الطبية مجانا لكل التلاميذ هنا في محافظة الأقصر. عملية الكشف أو الاستفادة من هذه الخدمة تكون من خلال الحجز المسبق من خلال الخط الساخن، ثم يتوجه التلميذ إلى أقرب وحدة صحية يتبع لها التلميذ، وهناك يعني يتوجه إلى شباك التسجيل ثم إلى المحطة التمريضية لإجراء أو إجراء العلامات الحيوية والتأكد من العلامات الحيوية للتلميذ، ثم بعد ذلك يتوجه لطبيب الأسرة، وبعدها يتوجه إلى المعمل لسحب العينات المختلفة، وبعد ذلك يتوجه لعيادة الأسنان ثم عيادة النظر والسمعيات. طبعا بعد هذه الفحوصات وفي حالة اكتشاف أي من التلاميذ مصابا بأي من الأمراض المزمنة أو غيرها يتم توجيهه فورا لأقرب مستشفى، وهناك يتم الفحص الطبي اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج المجاني إذا لزم الأمر. كانت هذه أبرز التفاصيل عما يجري هنا في محافظة الأقصر في إطار الفحص الطبي لتلاميذ المراحل الأولى أو الصفوف الأولى في المتقدمين للصفوف الأولى في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية. مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو.
في الجزء ده من اكسترا اليوم هنستعرض مع حضراتكم يمكن مجموعه من التقارير والملفات من مختلف المحافظات. بني سويف برضو هنروحها هنشوف فيها تقرير هنستعرضه مع حضراتكم بعد لحظات اللي هنتكلم فيها عن توافر محطات الغاز الطبيعي في بني سويف. هننتقل منه لموضوع اكبر واشمل وهو جهود مصر في التوسع في انشاء محطات الغاز بالمحافظات. هنا في بني سويف وفرت الدولة خدمة الغاز الطبيعي لأصحاب السيارات داخل محطات التمويل. دلوقتي الغاز الطبيعي توفر عندنا في بني سويف، وده بفضل طبعا كترة البنزينات كترت، وده وفر معنا طبعا في الفلوس، لأن احنا بنشغل عربية غاز طبيعي ما بنشغلهاش بنزين، والحمد لله يعني كله تمام، والمحطة 100 100، وضغط المحطة كمان بيبقى 10 على 10. كل ما بنمشي الحتة الحمد لله بالله محطة وما فيش صعوبة يعني من جاته، وموفر معانا جدا جدا جدا، والحمد لله ان احنا يعني بتمشي كل يعني 10 كيلو بالله محطة. 20 محطة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار مما يوفر على المواطنين. والله انا كسواق الحمد لله رب العالمين، الغاز الطبيعي ده وفرت علينا الدولة كتير، يعني بقى موفر عن البنزين من نص بالنص، ومتوفر في كل محطة بنروح نلاقيها كويسة وهادية وحلوة ما فيش اي مشاكل خالص. التوسع في انتشار محطات الغاز يأتي حرصا من الدولة على خدمة اصحاب السيارات بشكل أفضل. فكرة الانتشار السريع لمحطات الغاز في مصر وفي المحافظات المختلفة عشان تكون متوفرة لكل المواطنين، ده برضو يعني محور مهم احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيه اكتر مع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. مهندس مدحت، تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا استاذه ايه. اهلا وسهلا. لو احنا بنتكلم في هذا الملف، ملف الغاز الطبيعي في مصر، طبعا حضرتك اكيد عارف ان السنين اللي فاتت حولت هذا الملف يعني تحويل محوري وجذري جدا في التطورات اللي حصلت فيه، وبالتالي العائد منه بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. لو احنا نتكلم في هذا الملف، ازاي مصر قدرت انها تحقق في هذه الخطوات الناجزه؟ بص حضرتك، لو نفتكر مبادرة الرئيس في تخريج السيارات القديمة وتبديلها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، ودي كانت مبادرة مهمة جدا لتشجيع الشعب أو تشجيع السائقين أو تشجيع سائق الأجرة وخلافه أو أصحاب السيارات القديمة اللي هم يعتبروا بيمثلوا طبقة المتوسطة في مصر، إن هم إزاي يحصلوا على وقود رخيص، وبالتالي هيدي دفع لكل افراد الشعب ان هو يتجه الى الوقود الرخيص مع حسن ادائه في المحرك وفي السياره بالطبع. النهارده نتيجه المبادره ونتيجه جهود وزاره قطاع البترول في تشجيع التحول الى الغاز الطبيعي، كان الفكره كلها ان ما كانش في محطات تموين سيارات بالقدر الكافي، خصوصا في محافظات مصر وصعيد مصر ومحافظات الوجه البحري، كانت كلها مركزه في القاهره واسكندريه. النهارده توسع كبير جدا في اعداد المحطات اللي موجوده اللي بتعمل تموين للسيارات، وكذلك مراكز التحويل للعمل بالغاز الطبيعي للسيارات. فالنهارده هذا التوسع طبعا انا لازم الناس يعرفوا ان تكلفتها تعدت المليارات من الجنيهات المصريه، ودي كانت بطفره غير مسبوقه في اعداد المحطات ومراكز التحويل، ودي بالتالي هتؤدي ان شاء الله الى تخفيف العبء على المواطن بشكل كبير جدا. في ايه بقى؟ يعني اكيد اي مواطن بيسمعنا دلوقتي هيبقى عايز يعرف هيفرق معايا ايه؟ دلوقتي المتر المكعب من الغاز الطبيعي هو يكافئ تقريبا لتر البنزين 95، بس عشان الناس تعرف مش يكافئ لتر البنزين 80، لانه كفاءته اعلى بكتير جدا حتى من البنزين 95. وبالتالي هنا المقارنه ان هو يعني اقل من نصف سعر اللتر البنزين. اذا هنا حتى لو هنقول هنا لو هنقارنه حتى باللتر البنزين 80، فهو يعتبر اقل من نصف تكلفه لتر البنزين 80. فبالتالي المواطن هنا يعني الترشيد في استخدام الوقود الغازي ده هيقلل له مصروفاته بشكل كبير جدا، وهيحس بقدر كبير جدا من السعاده، يعني وده واضح من الريبورتاج اللي اتقال قبل كده. الناحيه الثانيه ان هو في عمليه التحويل نفسها قد يتصور بعض ان هي مكلفه، لكن
دلوقتي قطاع البترول اصبح بيقسط عمليه التحويل مع سعر البيع. يعني هو لما يجي يشتري لمده فتره زمنيه تقريبا سنه بيسدد ثمن سعر التحويل عن طريق شرائه عدد معين من الامطار كل فتره، وبالتالي مش هيحس كمان بان هو تحمل عبء كبير جدا في عمليه التحويل اللي هي بتكلف حوالي 7000 جنيه مصري. وبالتالي هنا التسهيل في عمليه سداد التكلفه، سداد تكلفه التحويل، وسعر اللتر وسعر المتر من الغاز الطبيعي اصبح في متناول الجميع، وبالتالي اصبحت فرصه لكل المستهلكين للوقود. وده يمكن هدف اولوي لاي مواطن طبعاً. يعني ان هو يعني يفكر في التكلفه في المقام الاول. مهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وعنا دلوقتي على التليفون على نفس هذا الموضوع مشاهدينا المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذة أيه، زي حضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. لو اتكلمنا على عامل الأمان في تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي، بداية نتحدث عن أي منظومة لازم تشتغلي عليها لازم يكون فيها جزئين مهمين قوي عشان يعملوا إرضاء العميل اللي احنا هنشتغل معاه. أول جزئية بنتكلم على الجودة، الجودة هي جودة المنتج. يعني حضرتك بتتكلمي على كومبوننتس أو مجموعة من الأجزاء بتركب في العربية لازم تكون جودتها عالية جدا. رقم اثنين بنتكلم على السيفتي، الأمان، لازم كل المنظومات دي تكون مجهزة ببعض البلوف. يعني احنا عندنا الشاتو فالف صمام كده لما العربيه بيحصل فيها حادثه ولا حاجه بيقطع مرور البنزين من التانك لغايه المحرك عشان ما يقدرش يبقى ما يحصلش عندنا حرايق او حاجه زي كده. هنا بنتكلم على المنظومات دي فيها سيفتي فالف كتيره موجوده لازم تكون موجوده تبع الايه؟ تبع المنظومه عشان نأمن المنظومه. بدايه لازم المواطن الكريم يبقى عارف ان مصر بدات تستخدم هذه المنظومات بدايه بال 1995. حولت مصر لغايه السنه اللي قبل اللي فاتت ما يقرب من 420 الف سياره. الوزيره طلعت علينا بقرار بتقول انها مفروض تعمل مبادره طبقا لمبادره رئيس الجمهوريه الثانيه باحلال السيارات المتقدمه للعمل بالغاز بتغيير 250 الف سياره للعمل بالغاز مقسمه الى ثلاث مراحل: 2021 70 الف سياره، 2022 90 الف سياره، 2023 90 الف سياره. المفروض ان ال 70 الف سياره بتوع عام 21 يكونوا استلموا، لكن هو استلم منهم فعليا دلوقتي يقرب من 22 الف سياره. نتيجه لايه؟ نتيجه لتاخر سلاسل الامداد، ونتيجه لعدم وجود رقائق الكترونيه، ونتيجه لفيروس كورونا، ونتيجه اخيرا لحرب روسيا مع اوكرانيا والتي تدور رحاها على ارض اوكرانيا. كل دي اخرت انتاج السيارات على مستوى العالم، فبقى المطلوب اكتر من المعروض، وده اللي اخر شويه ان المبادره الاولى تكون انتهت الى هذا الوقت اللي احنا فيه. الحاجه الثانيه اللي بنتكلم عليها اهميه الغاز اصبحت على مستوى العالم هي الاهميه رقم واحد نتيجه للحرب اللي موجوده حاليا، وان روسيا واوكرانيا تقريبا بيمدوا العالم ب 60% من الغاز المطلوب على مستوى العالم. هنا عندنا جزئيتين بقى عايزين نوضحهم للمشاهد الكريم. إن الغاز أساسا اتعمل لعالم الصناعة، رقم اثنين للمنازل، رقم ثلاثة للسيارات في منظوماتها الجديدة. ليه؟ عشان مصر بتتكلم دلوقتي على 2030 بيئة وطاقة وشباب، فبنتكلم على البيئة وهي ملبدة بالانبعاثات كربونية سامة، نتكلم على الطاقة واستهلاكات مصر من المحروقات تقريبا في حدود 16 مليار دولار سنويا، بنتكلم على الشباب ومعدلات البطالة. من هنا ظهر علينا الرئيس بالمبادرة الأولى بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية. يبقى هنا في توجهين على مستوى العالم، وهنجد بايدن وعلى ماكرون وعلى جونسون بيتكلموا على إن أمريكا وإنجلترا وفرنسا واليابان وكوريا كل هذه المنظومات سوف تنتهي ونبدأ العمل بمنظومات السيارات الكهربية بداية من 2030. صحيح، لأن كمان يعني الظروف العالمية هي التي أجبرت هذه الدول على إدراك الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي. مهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة
بالنقابة العامة للمهندسين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش. معنا الآن الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس سابقا. يا دكتور تحياتي لحضرتك في البداية، وإذا تحدثنا عن الأهمية والأمان البيئي في الاستخدام الخاص بالغاز الطبيعي، ماذا نقول في هذا الأمر؟ أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. الغاز الطبيعي هو أحد الغازات التي تستخدم في الوقود، هو يتبع الوقود الأحفوري ولكنه أقل بكثير من إحداثه للتلوث. يعني الوقود الأحفوري من الفحم والبترول إحداثهم للتلوث بيبقى أكثر بكثير من الغاز الطبيعي، وعشان كده اتجهت مصر النهارده في العديد من المشروعات بتاعتها إلى استخدام الغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنه أقل في الإحداث التلوث بثاني أكسيد الكربون، لأنه هو عنده ذرة واحدة كربون، فلما بتتحرق بتكون كميات قليلة جدا من ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري. نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس سابقا على هذه الإيضاحات الخاصة بالتأثير أو المردود البيئي من استخدام الغاز الطبيعي خاصة في هذا التوقيت، سواء كان في مصر أو بشكل عام في العالم، خاصة أن هذا المردود البيئي له أهمية خاصة يعني الارتباط المباشر بالتغيرات المناخية واقتراب كمان كوب 27 المنعقد في مصر. مكملين معاكم في برنامج اكسترا اليوم اللي بنفرد فيه مساحات واسعه لمناقشه اهم المشروعات والتوجهات اللي مصر بتسعى ليها في تحسين معيشه المواطنين بشكل لائق وتوفير حياه كريمه ليهم. خليني اتكلم مع حضراتكم عن ملف مهم جدا يمكن اشرت ليه في بدايه الحلقه وفي الجزء الاول منها، ملف الأمن الغذائي، لأن الملف ده بيعتبر الشغل الشاغل للعالم كله، يعني مش بس مصر، ودايما بلدنا بتسعى لتأمينه بشكل كبير. خليني أقول بشكل أوضح أن الأمن الغذائي هو توفير السرع والاحتياجات الأساسية والمأمن الأبجدي لأي مواطن بأسعار مناسبة ومخفضة وبجودة عالية وسط أزمة اقتصادية بيمر بيها يعني معظم دول العالم، واللي طبعا زادت حدتها مع الأزمة الروسية الأوكرانية اللي لحد دلوقتي احنا مش عارفين هتنتهي الأزمة دي امتى بالظبط. حقيقة ان ملف توفير الغذاء بيرتبط ارتباط كلي بملف الزراعة، ما ينفعش نتكلم عن الغذاء من غير ما نتكلم عن الزراعة كمحور أساسي في تحقيق الأمن ده. طيب في مصر، مصر قدرت على فكرة إنها تستغل المساحات الزراعية، ومش بس فكرة الاستغلال، لا كمان إنتاج محاصيل بقيمة غذائية عالية وقيمة اقتصادية كمان. يبقى إحنا قدرنا نوفر الغذاء وكمان هنحقق منه مكسب اقتصادي، وده اللي بلدنا بتسعى فيه وبتسعى لتحقيقه. وخليني برضو أشرح لحضراتكم ببساطة شوية يعني إيه الكلام اللي إحنا بنقوله ده. في ملف مهم الدولة اشتغلت عليه هو ملف التصنيع الزراعي. حد هيسأل ويقول يعني ايه المصطلح ده؟ يعني ايه مصطلح التصنيع الزراعي؟ التصنيع الزراعي هو استخدام الأساليب الحديثة والعلمية في رفع قيمة المنتج أو المحصول الزراعي. مش بس فكرة القيمة الغذائية وبس، أنا مش باخد بس المنتج الزراعي أو المحصول الزراعي بالمعنى الأدق وأكتفي بيه، لا إحنا كمان بنديله قيمة اقتصادية، لأن ببساطة إذا يعني قدرت أن أنت تنتج محصول بجودة وقيمة غذائية عالية فالمحصول ده هيكون إضافة للزراعات التصديرية ليك والاستثمارية. طيب أهمية هذا التوجه وفايدته اقتصاديا إيه؟ ده اللي هنناقشه دلوقتي مع الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور أحمد تحياتي لحضرتك في البداية وأهلا وسهلا بيك. تحياتي لحضرتك أستاذ وأستاذ المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. محتاجة برضو نشرح لأي شخص محترم بيتفرج علينا دلوقتي يعني إيه مصطلح التصنيع الزراعي؟ طبعا لما نتكلم على التصنيع الزراعي احنا طبعا التصنيع ده بيجي من خامة بيتم تصنيعها. احنا عندنا في مصر قطاع كبير جدا اللي هو يمثل قطاع الزراعة، والحمد لله يمكن احنا عندنا اكتفاء ذاتي في كل الخضروات،
ونفس الكلام عندنا اكتفاء ذاتي في الفاكهة. يعني احنا بننتج سنويا ما يقرب من 20 مليون طن فاكهة وحوالي 25 مليون طن خضر. طيب طالما احنا عندنا هذا الكم الاكتفاء الذاتي واحنا ويمكن المواطنين لامسين هذا الكلام رغم برضو تحدي واستمرار الزيادة السكانية، مصر محققة الاكتفاء الذاتي في الخضر وفي الفاكهة تمام وكمان بنصدر. يعني احنا عندنا كم الصادرات الخاص بالحاصلات الزراعية لو نشوف كده في سنة 2021 تخطى 5.6 مليون طن بإجمالي حوالي 3 مليار وأكتر دولار. لكن قطاع الصناعة الغذائية هو قطاع قائم على سواء خضار أو فاكهة أو حتى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى اللي هنتكلم عليها. احنا عندنا في مصر قطاع الصناعات الغذائية كبير وبيستوعب عمالة بتفوق حوالي 7 مليون عامل بطريقة مباشرة. ما أنا محتاجة برضو حضرتك قبل ما نتكلم ونخوض يعني في كل هذه المعلومات المهمة، يعني إيه فكرة الصناعات الغذائية أو فكرة التصنيع الزراعي برضو؟ يعني ارتباط الصناعة بالزراعة دي عايزين نوضحها أكتر. تمام. التصنيع أنا عندي مزارع بينتج منتج، هذا المنتج ممكن يروح مباشرة للمستهلك والمستهلك هو اللي ياخده يصنعه في صورة يا إما عصير يا إما مربى يا إما خضر مجمدة يا إما يخش مباشرة في أعمال الطبخ والتناول. لكن إحنا في ظل الآليات الحديثة والتطور بتاع الأحداث والتغيرات ويحصل في فترة فيها تغيرات مناخية عالية ممكن المحصول يقل، التصنيع الزراعي هو بياخد جزء من المنتج اللي بينتج ويصنعه بشكل مباشر بحيث يذهب من المصنع لبق المستهلك مباشرة. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني هو عملية إعداد منتج جاهز للأكل مباشرة، وعلى أخص لازم يكون بجودة عالية ويبقى فيه إتاحة في كافة فترات السنة للمنتج. يعني إيه عشان نقرب الفكرة أكتر؟ أنا طبعا عندي حاصلات بيبقى فيها حاجة اسمها محصول شتوي ومحصول صيفي، يعني هناك محاصيل ما بتظهرش إلا في أوقات معينة في الموسم بتاع السنة، زي ما بنشوف كده الخضروات المجمدة المصنعة دي. يعني في وقت معين ما أقدرش ألاقي بسلة، في وقت معين ما أقدرش ألاقي فاصوليا، في وقت معين طبيعة المواسم ملوخية. أيوة. لكن إحنا النهاردة ما دخل على المحاصيل دي تصنيع زراعي، يقدر المواطن النهاردة حضرتك يشتري الخضار المجمد ده في أي وقت في السنة. يمكن وأقدر أخده وأصدره كمان للخارج. لكن قبل ما يطرق عمليات التصنيع كان الزمان بتتم بشكل تقليدي اللي هي التكثيف، يعني ياخدوا بعض الحاصلات ويعمل لها تكثيف. دلوقتي التقنيات بقت أعلى ودخلنا في مراحل التصنيع بشكل مجمد في شكل مركزات. طيب يمكن ده الخاص بتفكيك يعني هذا المصطلح عشان نبسطه أكتر. بالنسبة بقى للمحاصيل الاستراتيجية اللي حضرتك أشرت ليها في بداية الحديث وقلت إن احنا هنتكلم فيها باستفاضة لأن ده محور مهم جدا بالنسبة للمجال الزراعي والمأمن الغذائي بعد كده بالنسبة لمصر. تمام يا فندم. احنا طبعا لما هنتكلم على المحاصيل الاستراتيجية هنتكلم على محاصيل حبوب سواء قمح أو ذرة صفراء أو أرز، هنتكلم على محاصيل سكرية زي البنجر وقصب السكر، محاصيل زيتية زي فول الصويا وعباد الشمس وبذور القطن، زيت القطن على فكرة برضو من القطن، البقوليات اللي هي الفول البلدي والعدس، كل دي محاصيل استراتيجية مهمة. مصر في الآونة الأخيرة انتهجت يمكن احنا شفنا مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، شفنا زيها مشروع 1.5 مليون فدان، شفنا مشروع مستقبل مصر اللي هو داخل الدلتا الجديدة، شفنا ما يحدث في إحياء مشروع توشكا الآن، شفنا ما يحدث في شمال سيناء من إعداد لمساحة تقترب من 0.5 مليون. كل الكلام ده شفنا المساحات اللي حصل الطفرات اللي حصلت عندنا في مصر، يعني اكتفاء ذاتي 90% مثلا في السكر. ده جه منين؟ جه من التوسع في زراعة محصول بنجر السكر، وبالتالي أصبح في مصر الآن أكتر من 610 ألف فدان بيتزرع منهم، بيطلع سكر حوالي ما يقرب من 2 مليون طن، فده ساعدني مع السكر اللي جاي من القصب إن يبقى عندي اكتفاء ذاتي النهارده، ويمكن كلنا شايفين الكلام ده في السكر، سلعة زي السكر. الكلام ده ما كانش هيجي من غير توسع في صناعات قائمة على محصول بنجر السكر اللي بناخده نصنع منه السكر. حاجة تانية، في الآونة الأخيرة اهتمت الدولة لأن إحنا كان عندنا مشكلة في الزيوت، إحنا كان عندنا مشكلة بنستورد يمكن 96% احتياجاتنا
من الزيوت من الخارج. بدأت الدولة دلوقتي تهتم بتطوير وهيكلة مصانع الاستخلاص بتاعت الزيوت وإطلاق اللي هو المزايا بتاع قانون الزراعة التعاقدية للتعاقد مع أهالينا المزارعين وتشجيعهم على زراعة مثلا حاجة زي فول الصويا اللي هناخد منه زيت الصويا، وعباد الشمس اللي هناخد منه زيت بذرة الشمس، والتوسع اللي حصل في الآونة الأخيرة في مساحات القطن بعد تطوير صناعة المحالج والغزل والنتيجة. توسع كمان في فكرة استصلاح الأراضي في مصر الأراضي. عشان نقدر إن احنا نوفر المزيد من المحاصيل المختلفة، ده برضو محور مهم جدا. دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش. وعلى نفس هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. زي حضرتك وكل مشاهدينك الكرام، أهلا وسهلا. هي إزاي مشروعات التصنيع الزراعي هتقدر انها تجذب المزيد من الاستثمارات بالنسبه لمصر؟ خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا، هو انه مستقبل اي صناعه في مصر في الوقت الحالي يرتبط بهذه المنظومه اللي هي منظومه التصنيع وما يخرج من القطاعات المختلفه. فاحنا بنتكلم على قطاع كبير جدا بيضيف للناتج المحلي الاجمالي فيما لا يقل عن من 6 الى 7% من مجمله. بنتكلم على 25% تقريبا من العماله اللي شغاله في القطاع الصناعي مرتبطه بالتصنيع الزراعي. بنتكلم على فرص استراتيجيه مهمه جدا بدات مصر ان هي تلجأ ليها في الوقت الحالي، وهي طبعا الاهتمام ب ان احنا يكون عندنا منتج زراعي على الاقل يكون عندنا الحد الادنى منه المطلوب استراتيجيا ان لم يكن في اكتفاء ذاتي منه. فاعتقد ان الدوله واخده جدا الموضوع ده في اهتمام وفي بؤرة الاهتمام، والدلالة على كده زي ما ذكر الضيف الكريم انه توجهات الدولة نحو مثلا زراعة 1.5 مليون فدان، توجه الدولة المصرية نحو إدارة منظومة المياه بشكل جيد حتى يتم الاستفادة منها في زراعة أكبر مساحات ممكنة. لأن الدلالة يا دكتورة آية انه احنا عندنا للأسف ما كناش بنهتم بمجال التصنيع الزراعي، فعلى الأقل احنا عندنا للأسف أرقام تخض فيما يتعلق بفاقد المحاصيل الزراعية. يعني مصر تقريبا فيها فاقد من الحاصلات الزراعية بيصل إلى 40% في بعض الحاصلات. مجمل الهدر اللي موجود في مثل هذا الفاقد يقدر بحوالي 10 مليار جنيه سنويا. إحنا بنتكلم على ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه سنويا بيتم هدره في هذه الحاصلات التي نفقدها. فبالتالي الحل الأمثل هو في لجوء الدولة إلى تطوير استراتيجية للتصنيع الزراعي. وخلينا أقول لحضرتك كمان أنه هذه الاستراتيجية بتفيد جدا، سواء بتفيد الدولة، سواء بتفيد الفلاح، سواء بتفيد الاستثمارات المختلفة اللي بتدخل مصر لاكتساب هذه الميزة طبعا. فبالتالي هي منظومة نجاحها بيكون نجاح يصل إلى الجميع بلا استثناء. فأعتقد أنه فرص واعدة جدا أمام الزراعة المصرية ومستقبل التصنيع. طيب إزاي أن احنا نقدر نستثمر الفرص دي في الوقت الحرج اللي العالم بيمر بيه؟ لا، هو احنا عندنا استثمار اوريدي في النقطة دي، والدلالة عليه أنه عندنا الحمد لله. أيوه، بس في توتر في الملف ده بشكل كبير في العالم. إزاي ممكن مصر تقدر تستثمر الموضوع ده؟ احنا النهاردة على فكرة سلة غذاء في بعض المنتجات الزراعية الخاصة اللي بيحتاجها العالم. وكمان فرصة قدامنا، يمكن حدثت طفرة في صادراتنا من الزراعة ومن التصنيع الزراعي خلال السنة الماضية، انه كان حدث فيضانات في دول في آسيا، وبالتالي كانت فرصة امامنا سانحة ان احنا نزود من صادراتنا. ولكن احنا مش هنعتمد على ازمات الغير حتى نزيد من فرصنا، فبالتالي احنا محتاجين استراتيجية لتطوير والنهوض والنمو بهذا القطاع. ايه اهم متطلبات الاستراتيجية دي؟ اولا ان احنا عايزين نركز على صناعات مصر فيها بتمتلك قوة، عايز اقول نقاط قوة ان هي تقدر تستفيد منها وتقدر تستغلها. واعتقد مثلا على سبيل المثال مصر تتميز جدا بزراعة النباتات العطرية اللي بتستخدم في صناعات كثير من الأدوية. فأعتقد أن في فرصة سانحة أمام مصر. مصر لديها، عايز أقول لحضرتك، في بعض القرى اللي موجودة في مصر على سبيل المثال في قرية موجودة في محافظة الغربية بتمتلك نصف إنتاج الياسمين في العالم كله، وقرية أخرى بتمتلك تقريبا ثلث
انتاج العسل في العالم كله. فبالتالي احنا عندنا صناعات موجوده في القرى والمدن المصريه من الممكن جدا ان احنا نركز عليها ونعمل ليها صناعه، ان احنا نسوق للمنتج المصري او نسوق للصناعات من الممكن ان هي يتم يعني تدشينها في مصر. اعتقد ده امر يعني الحكومه واخداه في عين الاعتبار في الوقت الحالي. احنا عندنا صناعات بالمناسبه متميزين بيها، يمكن على راسها مثلا تصدير محصول البصل الى الاتحاد الاوروبي، وده يعني منتج عليه طلب عالي جدا، ولكن اعتقد برضه لم يتم الاستثمار فيه بشكل صحيح او بشكل سليم. دعم المنظومه الانتاجيه الخاصه بالفلاح اعتقد ان هي في مقدمه اي توجه حكومي يفترض ان هو لابد ان هو يكون موجود في الفتره المقبله. الحكومه ما قصرتش ان هي بتعطي بعض الحوافز، سواء الضريبيه، سواء الحوافز المتعلقه بالاراضي، سواء الحوافز المتعلقه بمثلا يعني اعفاء من رسوم جمركيه معينه. كل ده اوريدي موجود، ولكن انا بقول لسيادتك انه بقي علينا ان احنا ندور يا جماعه على اولوياتنا. ماذا نزرع؟ ماذا نصنع من هذا المنتج الزراعي؟ وكيف يتم تصدير هذه المنتجات الزراعية؟ أعتقد دي الأسئلة اللي المفروض نسألها لنفسنا في الوقت الحالي. دكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على سرد هذه التفاصيل والشرح المفصل للأهمية الاقتصادية الخاصة بمشروعات التصنيع الزراعي في مصر. طبعا أنا بشكر حضراتكم في متابعة حلقة النهاردة من إكسترا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، وهترك حضراتكم مع هذا العرض لبعض المعلومات عن مشروعات التصنيع الزراعي في مصر.